معانا كمان زميلتنا امل صالح من امام محطة مترو الاسعاف. صباح الخير يا امل، نور يا دعاء. قولي لنا ايه الاخبار عندك، انت موجودة هناك اصلا من الساعة كام؟ نعم، نحن متواجدين بالشارع من الساعة 8:30 صباحا. حركة المترو معطلة، القطارات معطلة من محطة السيدة زينب، الجماهير كانوا متكدسين على الأرصفة حتى بمحطة المترو لا يعلمون ما سبب انقطاع الكهرباء. حاولنا التواصل مع إدارة المترو، رفضوا تماما نزول الكاميرا والتصوير. حاولنا معرفة أسباب تعطل الكهرباء، لا توجد معلومات تماما. حركة القطارات لم تنفرج إلا ما يقرب من 15 دقيقة حيث حركة القطارات وجاءت الكهرباء في محطة مترو الإسعاف. أيضا على صعيد المحلات، الأول يا أمل عايزة أتأكد منك بس إن حركة المترو عادت منذ 15 دقيقة تحديدا، من 15 دقيقة. تمام تمام، اتفضلي. على مستوى المحلات برضو هناك انقطاع في الكهرباء فيما يقرب من 95% من المحلات. بعض المحلات لديها المولدات الكهربائية والبعض الآخر لا يملك، يعمل في ظروف الحر وانعدام الكهرباء. حاولنا التواصل مع المواطنين لمعرفة رأيهم في مسألة انقطاع الكهرباء. البعض كان أبدى الرضا لتحسن الأزمة في الأيام اللي فاتت. البعض يعني يتحمل المسؤولية ويقول أنه لازم إن احنا نقف مع البلد ونستحمل شوية. البعض الآخر يرى أن انقطاع الكهرباء تسبب له في خسائر كبيرة سواء على صعيد أطفاله أو على صعيد العمل، ان البعض طيب يحتاج للكهرباء في العمل. بالنسبه للوقت الحالي بقى يا امل، بما ان الكهرباء عادت لمحطه مترو الاسعاف من 15 دقيقه وكان في تكدس من قبل المواطنين على الارصفه في انتظار عوده الكهرباء، الموضوع ماشي ازاي؟ يعني تم تنظيم الامور وركوب المواطن في المترو ازاي؟ هو في البدايه طبعا كان في بعض الربكه لان كان في جماهير كثيره على رصيف المترو والجميع كان متاخر عن العمل، فما كانش في افراد امن حتى للتنظيم او لتنظيم دخول او خروج المواطنين من الابواب المخصصه للصعود والهبوط. لا، كان الاعتماد كلي على النفس، كان الناس في حاله ارتباك، كان في حاله تدافع. ولكن دلوقتي يعني نقدر نقول من 7 دقائق تحديدا بقت حركه تنتظم لان اعداد الجماهير على الارصفه بدات تقل شويه بشويه، ولكن حاله التدافع لان الناس كانت خايفه ان انقطاع الكهرباء يعود من جديد، فكان كله عايز انه يذهب للعمل او دي مسؤوليه. يعني الناس عايزه تركب وفي نفس الوقت قلقانه من ان الكهرباء تتقطع مره ثانيه وهم داخل المترو. تمام، خليني اقول لك ان الناس كمان في حاله خوف ان الكهرباء تقطع عليهم وهم داخل المترو تحت الارض. طيب أمل، أستأذنك في إنك لو تواصلتي مع أحد المواطنين يا ريت تبلغيه إن على حسب تصريحات وزارة الكهرباء المفروض إن هيبقى فيه نوع من أنواع ضخ للوقود بشكل كافي لمحطات المترو، إن دي من أبرز الأماكن اللي بيتم الاهتمام بيها عشان تعود مرة أخرى إلى العمل. يا ريت لو تواصلتي مع أحد من مع أحد المواطنين أو اتكلمتي مع مجموعة منهم تبدأي إنك توصلي لهم مثل هذه الأخبار. تمام. نعم، أمل صالح شكرا جزيلا ليكي. ومعانا كمان